محافظ صلاح الدين يوجه القيادات الأمنية برفع مستوى التأهب على المنافذ الحدودية لمنع مرور الوافدين دون ضمانات صحية. محافظ صلاح الدين يتدارس مع خلية الأزمة التسهيلات المقترحة لما يتعلق بحظر التجوال للتخفيف من الأعباء على المواطنين. تكامل عمل الدوائر الأمنية والخدمية والمجتمعية في صلاح الدين لعبور جائحة كورونا بلا خسائر بشرية أو اقتصادية. وعوائل عراقية في الأردن تناشد خلية الأزمة المركزية تسهيل عودتهم براً إلى بلادهم مراعاة لأوضاعهم الإنسانية والاقتصادية.